يعني 2012 يعني في يعني راح كذا لاعب من اعز اصدقائي واخواتي هني، فانا انزعجت وكرهت الفوتبول، ضليت فتره انه ما خلص فوتبول، انا يعني انه ما عاد احب الفوتبول انه ورا هالموضوع، انه استشهدوا مشان ضيعت ها زتيتها ها هلا وجهك لهنيك عبد القادر هيك بعد فترة حاولنا جربنا نعمل عدة نشاطات نسعى نشاطات تروح عنا الشيء اللي صار بسوريا والشيء اللي كنا نحن فيه ونطلع من هالوضع الصعب. حبوا الشباب اللبنانيين اخوتنا اللبنانيين انه كمان يشاركونا هالتمارين ويشاركونا هالشيء عم نعمله مشان ما يحسسون انه نحن بلد غريب. برافو. أنا اشتركت مع فريق شباب كلياتهم من سوريا وكانوا مقضيين قضوا يعني قضوا سنة حرب هناك، وأقعد أنا وياهم لفترة ويحكوا لي همومهم، لاحظت إنه هن الشعب السوري بحد ذاته عم بيعاني معاناة كتير كبيرة إنسانية، يعني ما بتصير إلا بحروب دامية، يعني في كتير رفقة عندي أنا فقدوا أهلهم وإخواتهم ورفقاتهم، يعني إجا على لبنان ما عنده حدا، في كتير رفقة معي هون ما عندهم حدا بلبنان غير هن، يعني لحتى لي هذا الفريق جماعه. ايوه احمد باص ركز يا محمد محمد صار في اهتمام، صار في التزام بالتمرين، التزام بالامور كلها هاي، صار عندي فريق بالعكس صار يتحسن يطلع درجه وهلا صار مميز، يعني هلا هون منطقه صار معروف، هلا الفريق صار معروف، هاي صار يجيني اتصالات كثير انه انا بدي العب مع هالفريق، يعني حبيت العب مع الفريق. اطلع. ما قلت له ما فات يعيش فريق النور يعيش يعيش يعيش.